عدنا لحضراتكم ان شاء الله ما تكونوش سبتونا مع مدير المستشفى والفقره الثانيه. الفقره الثانيه مشرفانا فيها الاستاذ الدكتور راندا ظافر استشاري السمعيات بمستشفيات الشرطه. طبعا السمع والاتزان النهارده اصبحوا علم واحد، علم السمع والاتزان. كان فضيله الشيخ كلمنا في عجاله عن موضوع الاتزان وان ده مرتبط برضه بالاذن الداخليه وهي موجود فيها حاسه السمع او وموجود معاها كمان الاتزان. دكتورة راندا منورة الدنيا كلها، الحمد لله على سلامتك واهلا وسهلا بيكي في مدير المستشفى. التقينا مع حضرتك قبل كده في حلقه اعتقد من اكتر من سنه وكنا مستمتعين بحديث حضرتك الجميل عن علم السمعيات والاتزان. شرفنا النهارده هنتكلم عن نعمه السمع عند الانسان. الحمد لله. حضرتك بالنسبه للسمع طبعا هو العضو الاساسي اللي بالنسبه ربنا حطه في كل الكائنات الحيه، وهو وسيلة التواصل والاتصال بين الكائنات بعضها ببعض، وكمان وسيلة اتصال الكائنات بالبيئة المحيطة بها. بالنسبة للسمع يعتبر حاسة من أهم الحواس اللي ربنا خلقها عندنا، وهي اللي هم الحواس الخمسة. وبالنسبة للأذن الإنسان في تركيبتها هي تعتبر معقدة جدا، وبتتكون من ثلاث أجزاء. لو في فيديو نشوفه استاذ خالد، لو عندنا حاجه عن تشريح الاذن تبقى معانا على الشاشه للساده المشاهدين مع الدكتوره راندا اثناء شرحها لتشريح الاذن. اتفضلي يا دكتوره. بالنسبه للاذن برضو مش بس مسؤوله عن السمع، ده كمان مسؤوله عن الاتزان. الاتزان ده شيء مهم جدا، اللي هو اللي بيخلينا واقفين او خلينا قاعدين او يخلينا بنتحرك بدون النقع. بان ايه بيحصل؟ ان الاذن بترسل موجات، الموجات دي بتوصل للدماغ، والدماغ بتعرف ان الراس بتتحرك في اتجاه معين، فبتبعث رسائل الى العضلات اللي حوالين الراس وتحافظ عليها في ان هي تبقى في وضع الاتزان. دكتوره احنا دلوقتي بنذيع تشريح الاذن الخارجيه ثم الوسطى ثم الاذن الداخليه، حضرتك اتفضلي كده لو في صوت كمان يبقى جميل، وتفضلي يا دكتوره اشرحي لنا القصه دي. بالنسبه للاذن بتتكون عندنا من ثلاث اجزاء، الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه. الاذن الخارجيه بتتكون من صوان الاذن، وده عباره عن غضروف، والجزء السفلي منه بيتكون من ماده دهنيه بنسميها شحمه الاذن. وفائده الغضروف ده ان هو بينقل الصوت، بيدخله الى قناه الاذن الخارجيه. دي 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 الدرام، دي طبله الاذن بتتحرك، ثم الهاند اوف ميليس او المطرقه. المطرقه، المطرقه دي اللي هي العظيمات بتاعه الاذن الوسطى. بتبقى مطرقه وسندان وركاب، بتتحرك حركات على حسب قوه الصوت. وبتعمل تضخيم ليها وبتنتقل الى الاذن الداخليه اللي هي زي ما احنا شايفين القوقعه. القوقعه دي عباره عن زي الحلزون، مكون من مرتين لفتين ونص لفة. وبتبقى جواها سائل لمفاوي وجواها خلايا شعرية كتيرة جدا بتتحرك على حسب قوة الصوت، وبتنتج موجات كهربائية. الموجات دي بتنتقل عن طريق الألياف العصبية إلى العصب السمعي اللي بيوصل للدماغ وبيفسر لنا الصوت عامل إزاي. هو دلوقتي بيتكلم عن فقدان السمع في أي جزء من الأذن، سواء الخارجية أو الوسطى أو الأذن الداخلية، في بيحصل خلل فيها او اصابه فيها، وده بيأثر مباشره على السمع. لو حصل، هو بيشرح لنا دلوقتي لو كان في شمع في الاذن الخارجيه، لو كان في شمع بيعمل لنا بيقفل وصول الصوت، وده بيبقى ضعف توصيلي، بيعمل لنا ضعف توصيلي. ولو في مشاكل في طبله الاذن برضو زي ثقب في الطبله بيعمل ضعف توصيلي. ولو في ميه ورا الطبله في الاذن الوسطى، فده بيعمل لنا اللي بنسميه التهاب صديدي في الاذن الوسطى، برضو بيعمل ضعف توصيلي، ودول بيبقى علاجهم طبيا. يعني سواء بغسيل الاذن او بالادويه. تمام. القصة احنا قلناها بسرعة، بس حضرتك ممكن للسادة المشاهدين تشرحي لنا اكتر. هو الفيلم اتكلم عن موجات الصوت بتتجمع في الاذن الخارجية ثم تنتقل عبر قناة الاذن الخارجية. لو لا قدر الله عندنا شمع في المنطقة دي، ده بيسبب ضعف في السمع. لو عندنا التهاب في الاذن الخارجية برضو بيسبب ضعف بسيط في السمع. ولكن اول ما بنوصل لطبلة الاذن، يبقى احنا هنا هنبتدي في تحريك الصوت من موجات صوتية إلى يعني موجات ميكانيكية. ده موجة ميكانيكية ديناميكية تتحرك معها طبلة الأذن. احكي لنا يا دكتورة عن هذه الرحلة الجميلة اللي سبحان الله
في جزء بسيط جدا من جسم الإنسان بتتم رحلة من أعظم الرحلات اللي لا يمكن حد يتصور ولا يتوقع أن تكون في هذا الجزء البسيط جدا كل هذه الرحلة. اتفضلي يا دكتورة. احنا بالنسبة للصوت بيبتدي الأول من صوان الأذن بيجمع الصوت وبيدخله على قناة الأذن الخارجية، ومن قناة الأذن الخارجية بيوصل إلى طبلة الأذن، تبتدي طبلة الأذن تهتز بنفس مقدار الصوت اللي دخلها، وبتحرك بعديها اللي هو المطرقة والسندان والركاب بنفس القوة، ودول بيعملوا زي العتلة بيضخموا الصوت اللي واصل وعشان يوصلوه إلى قوقعة الأذن. قوقعة الأذن بتبتدي فيها شعيرات أو خلايا شعرية بنسميها الأوتر هيرسل والإنر هيرسل، بتتحرك على حسب قوة الصوت اللي وصل لها، وبالتالي بعد ما بتتحرك بتتحول إلى من موجات حركية. بص يا دكتورة، ده كيفية السمع عند الإنسان، بيورينا الصوت طالع من الآلة الموسيقية ترامب أعتقد دي، وبيبتدي الطفل يسمع الموجات اهي متوصلة. ادي صوان الأذن الخارجية دكتورة زي ما انت شرحت لنا بالظبط، وادي طبلة الأذن دخل عليها الصوت، اتحركت عن طريق الهاندل اوف ميليس او المطرقة، ثم السندان اللي في النص، ثم عظمة الركاب التالتة اللي بتضغط مباشرة على الأوفال ويندو أو على الثقب الدائري من الكوكليا من الأذن الداخلية. كملي يا دكتورة. بعد لما وصلنا لغاية هي دلوقتي عظمة الركاب حولت الحركة الميكانيكية دخلتها في قوقعة الأذن أو في منطقة بالذات اسمها اللي هي المنطقة الوسطى للأذن الداخلية، اللي هي عندها الأذن الداخلية بتتكون من ثلاث أجزاء، القوقعة والدهليز والقنوات الهلالية. تمام. بالنسبة للقوقعة هي دي المسؤولة عن السمع، لكن الدهليز اللي هو الفيستيبيول أو القنوات الهلالية للاتزان، هي دي للاتزان. تمام يا دكتور. اللي هو القنوات الهلالية بالإنجليزي اسمها سيمي سيركل كانال. دي تحويل الموجات دي إلى أيونز، إلى موجات كهرومغناطيسية عن طريق الأورجان أوف كورتي أعتقد يا دكتورة. الأورجان أوف كورتي أو عضو كورتي اللي هو المسؤول عن حس السمع. تمام. دوت بيتحول فيه الموجات إلى موجات كهرومغناطيسية بتبتدي تمشي مع الألياف العصبية وبتوصل للدماغ، وبالتالي العصب السمعي احنا عندنا مكون من جزئين، جزء قوقعي وجزء اللي هو اللي بنسميه الدهليزي، اللي هو بنسميه العصب القوقعي الدهليزي او كوكليو فيستيبولار نيرف، بيتجمع الاثنين مع بعض وبيوصلوا للدماغ عشان يفسروا لنا الصوت بالنسبه للجزء القوقعي، ويفسروا لنا اتجاه الصوت من الجزء الدهليزي. دكتوره عايزين برضو نقول للساده المشاهدين اللي بيشتكوا من ضعف السمع، هو ممكن يكون مشكلته في ايه؟ يعني احيانا بيجي لنا اتصالات ومكالمات كتير، انا بشتكي من ضعف السمع وانا مش عارف اعمل ايه. قولي لنا يا دكتور، بعد ما شفنا هذه الرحله الجميله للصوت داخل جسم الانسان ووصوله الى المخ وتفسيره الى شيء يدركه ويستطيع ان يتفاعل معه، لما يكون عنده ضعف سمع يفكر في ايه يا دكتور؟ لما يكون عنده ضعف سمع يبتدي الاول يجي الاخصائي السمع اللي هو تمام. اللي هو المسؤول، او قبليها انا افضل ان هو يروح دكتور الانف والاذن يشوف لو في مشكله في الاذن الخارجيه، ممكن يكون في شمع والشمع ده سادد الاذن وهو ده سبب ضعف السمع اللي عنده. راح لدكتور الانف والاذن وقال له ان ما فيش عندك شمع في الاذن والاذن نظيفه، او في شمع او عمل غسيل ودن ولسه في ضعف، بننتقل بعد كده لدكتور السمعيات. دكتور السمعيات بيبتدي يعمل اختبارات السمع، الاول بنبتدي بحاجه اسمها ضغط الاذن والانعكاسات الصوتيه اللي هو تمبانوجرام اند اكوستيك ريفلكس، بنشوف فيها الاذن الوسطى هل فيها التهاب، هل فيها مشاكل، هل الاوستيكيان تيوب اللي واصل بين الاذن الداخليه وبين الخارج عن طريق البلعوم او الانف، هل في مشكله، هل في انسداد، هل في التهاب. لو في اي مشكله من دول فاحنا بنحددها كاطباء سمعيات وبنحولها لدكتور انف الاذن عشان ياخد العلاج المناسب ونتابع لغايه لما يخف خالص. لقينا ان المشكله مش موجوده في الاذن الوسطى بنكمل الطريق وبنعمل حاجه اسمها مقياس سمع اللي هو الاوديوجرام. الاوديوجرام ده بنشوف بيه الاذن الداخليه والعصب السمعي ومقدره تفسير الكلام، وبنحدد اذا كان الضعف اللي موجود، هل ضعف عصبي، هل ضعف توصيلي، هل ضعف مختلط عصبي مع توصيلي، وعلى اساسه احنا بنحدد هل المريض ده بيحتاج سماعات او هل المريض ده بيحتاج ان هو المتابعه او علاج او كده، وبنحدد نوع المرض.
دكتوره رامضة، الهوا بيكلمني بيقول لي وقت البرنامج خلص. انا مستغرب، مش ممكن يكون يعني الحديث الشيق بتاع دكتوره رامضة نقطعه؟ لكن انا اتمنى يا دكتوره رامضة وقتك الثمين يسمح بزياره الاربع الجاي، لان هذا الموضوع زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه احنا بنتكلم عن نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها، عايزين نعلم الناس نفهمهم ازاي يحافظوا عليها. فطبعا احنا اللي اتكلمنا فيه ده كله ما يجيش واحد على ألف من بحر علم حضرتك. اتمنى ان شاء الله الاربع القادم تكوني معانا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، حلقتنا النهارده من مدير المستشفى ونعمه السمع عند الانسان انتهت. اتمنى ان شاء الله تكونوا معانا الاربع الجاي من الساعه 4 لغايه الساعه 5. هنتكلم برضو عن السمع، اللي بيسمعونا وعندهم مشاكل في السمع يا ريت يتابعونا. عندنا فرصه كويسه قوي من الشركات الراعيه للبرنامج بتقديم سماعات بنص الثمن واحيانا مجانا تماما لضعيف السمع اللي قدرته ما تقدرش يشتري السماعه، ولكن محتاج السماعه، محتاج يتواصل مع اهله، محتاج يتواصل مع المجتمع. تابعونا، ومدير المستشفى دايما في خدمتكم. القاكم على خير باذن الله الاربعاء القادم.